يعني النقاط التي سوف نتطرق إليها هي تقديم الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ثم تليها نقطة تخص التنظيم الجديد، ثم نقطة تخص الطاقم التقني والطبي. أيضا سنقدم يعني حوصلة حول مشروع بناء مركز التكوين في ولاية صابر. أيضا يعني راح نقدم إن شاء الله معلومات وإعدادات التدريب صيف 2023 يعني بين الفصول يعني في المرحلة القادمة إن شاء الله يعني في الأيام القادمة. وأيضا يعني كل ما سخرته الشركة من خدمات لوجستيكية والتي سوف تضعها تحت تصرف الفريق. إذن فيما يخص تقديم الرئيس وأعضاء مجلس إدارة، يتكون من الأعضاء سيدة وسادة الأتي أسماؤهم: سيد الرئيس عبد الحليم رئيس مجلس الإدارة، السيد نبيل قبيلي، السيدة حمرور المولودة قرواني ميدال، السيد حسن خوجة رشدي، وكلهم إطارات مسيرين بمجمع سون الغاز. أيضا يتكون أعضاء مجلس الإدارة من السيد سعدي وليد والسيد بن جاب الله دراجي، وهم يعني غنيين عن التعريف والكل يعرفهم في ولاية صيف. نقطة رجع من فضلك، سيد قبيلي نبيل هو ابن صيف وهو إطار مسير في مجمع سون الغاز، والسيدة قرواني ميداد هي إطار مسيرة في مجمع سون الغاز وهي ابنة صيف. أكمل. إذن يعني نبدأ حول العضوين اللي هما السيد بن جاب الله دراجي وهو رياضي معروف يعني صار وجال في الملاعب وأيضا كإداري، من مارس يعني مهنة لاعب من 71 إلى 76 في اتحاد الصيف USMS، ثم كان لاعبا في الوفاق الرياضي USS في الحقبة من 1976 إلى 1993، وفي خلال فترة 2015-2020 كان مدرب للوفاق صيفي يعني وأخلص وقدم كل ما لديه يعني من 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 عمل حبا للفريق. إذن العضو الآخر هو السيد سعدي وليد. يعني نبدأ حول يعني شخصية السيد سعدي. هو مسير كان في فترة 2005-2007 قائد الوفاق الرياضي الصيفي، فترة في 2007 إلى 2008 كان مدير العام للوفاق الرياضي الصيفي، في الفترة 2009 إلى 2017 عمل كعضو في مركز الاتحاد للاتحاد الجزائري لكرة القدم الأفضل.